فرحنا دايما ضحكتنا قريبة بنقاسم غيرنا سمحنا. أنا حيي في البدء الإخوة القائمين على مبادرة بنك الثواب، وهي مبادرة عريقة، وأنا حقيقة كان عندي علاقة وطيدة بهذه المبادرة منذ سنوات طويلة حينما دعاني الأخ الأستاذ الزميل الصديق عبد الله محمد الحسن للمساهمة في برنامج أو بنك الثواب، واللي كان بيقدمه على ما أذكر في قناة جون الفضائية وتحول لفضائيات أخرى، وفيه كان يعني تقدم مبادرات إنسانية لمساعدة المحتاجين، لعلاج المرضى، لإغاثة الملهوفين، لإطعام الجوعى. وحقيقة برنامج قدم يعني جهد مميز جدا، وأثبت إنه الدنيا بخير، إنه بلدنا بخير، وإنه أهل الخير فيها كتار، وإنهم أسخياء جدا بيجودوا بينفقوا مما أعطاهم الله. أنا بتمنى إنه البرنامج يتواصل، لأنه الآن نحن في أشد الحاجة له، والآن احتياج الناس لبرنامج بنك الثواب أكثر إلحاحا مما سبق. نحن في حالة حرب، عندنا ملايين النازحين، عندنا ملايين اللاجئين، عندنا مشردين، عندنا جوعى، عندنا ناس بلا مأوى، وعندنا مرضى محتاجين لعلاج داخل وخارج السودان. وبالتالي أنا أتمنى إنه البرنامج يعاود نشاطه بكثافة أعلى، وأنا برضو جاهز لأي مساعدة، وأعتقد إنه كل الإعلاميين الوطنيين جاهزين لإنه يروجوا للبرنامج ويساعدوه في إنه يستأنف نشاطه ويوسع المساعدات اللي بيقدمها للمحتاجين وللمرضى لكي تشمل قطاع أكبر بما يتناسب مع حرج الظرف الذي يعيشه السودان حاليا. دي بلدنا ودي لنا احنا، نفس العادة والطيبة، وكل اللي بفرح بفرحنا، دايما ضحكتنا قريبة بنقاسم غيرنا سمحنا.